شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الأخلاق، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن مباحث المبحث الأول: ما هو معنى الأخلاق؟ المبحث الثاني: ما هي معطيات الأخلاق؟ المبحث الثالث: ما هي الوظيفة؟ أما حول المبحث الأول: ما هو الأخلاق؟ هذه الكلمة تطلق ويراد بها معنيان. فتارة تطلق ويراد بها معناها الأخص، وتارة تطلق ويراد بها معناها الأعم. المعنى الأخص للأخلاق عبارة عن كيفية التعامل الظاهري مع الآخرين، كيفية التعامل الظاهري مع الآخرين. هل يكون الإنسان هشاً بشاً؟ المؤمن هش بش، لا فقط مع المجتمع، وإنما حتى في إطار البيت. هنالك بعض الأفراد مع المجتمع تعاملهم
التعامل أخلاقي، ولكن في البيت ينقلبون 180 درجة. هل يكون هشا بشا أو يكون عبوسا قمطريرا؟ هل يبدأ الآخرين بالتحية كما كان يفعله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ النبي كان يبدأ بالتحية حتى الأطفال، قال لتكون سنة من بعدي، أو ينتظر الآخرون يبدأونه بالتحية. نوعية المنطق، هنالك أفراد في منطقهم وفي كلامهم جفاف، الناس يقولون ناشف، وهنالك في بعض الأفراد في منطقهم مرونة ولين وطراوة. هذه مظاهر للمعنى الأول للأخلاق، كيفية التعامل الظاهري مع الآخرين. هنالك معنى آخر للأخلاق، وبين هذا المعنى الثاني والمعنى الأول كما يبدو عموم وخصوص مطلق. المعنى الثاني كما يبدو أعم مطلقا من المعنى الأول. المعنى الثاني الأعم للأخلاق التحكم التام في القوى الباطنية. كل واحد منا له ثلاث قوى باطنية، هذه القوى الباطنية لها تجليات ولها مظاهر. القوة العقلية أولا، القوة الغضبية ثانيا، القوة الشهوية ثالثا. الفرد هل يتمكن أن يتحكم تحكما تاما في قوته العقلية وفي قوته الغضبية وفي قوته الشهوية؟ يقال إنه مر حاكم على زاهد، الزاهد كان نايم أو قاعد، فلم يأبه للملك بعظمته وحشمه وخدمه ومظاهره، هذا واحد مثل الآخرين، فقال له الملك ألا تعلم من أنا؟ قال نعم أعلم من أنت، أنت عبد عبدي. قال كيف؟ أنا عبد عبدك، أنا ملك، أنا الحاكم،
قال: لأن القوة الشهوية عبد لي وأنت عبد القوة الشهوية. الزاهد القوة الشهوية الملك، الملك عبد عبدي. واحد يتمكن يتحكم في قواه الثلاث، هذه عملية جدا شاقة وجدا مشكلة، لأن التحكم في هذه القوى الثلاث ليس فقط في الظاهر وإنما حتى في الباطن. وكثيرا ما يلتبس الأمر على الفرد، إذا رأى أنه بش وهش وأنه يحترم الآخرين وأنه يفسح لهم في المجالس وأنه يبدأهم التحية، يظن أنه بلغ غاية الأخلاق وأنه رجل أخلاقي. يلتبس الأمر حتى على نفس الإنسان، بينما هذا الفرد فاقد للأخلاق، عديم للأخلاق بالمعنى الثاني بما لها من الشمول. وهذه نقطة محورية، أنه نحن في بعض الأحيان نظن أننا مستجمعون للصفات الأخلاقية، لأنه تعاملنا الظاهري مع المجتمع تعامل أخلاقي. هذه تمثل جزءا من الأخلاق. الفرد الذي هو عبد قوته الشهوية هذا فاقد للأخلاق، حتى إذا ما يظهر يحب المقام، هذا عبد المقام، 40 عام يمشي ويركض لأجل المقام، هذا عديم الأخلاق. الفرد المعجب برأيه هذا عديم الأخلاق. الفرد الذي يظن أنه عقل الكل وأنه لا يحتاج إلى الآخرين، مو ضروري أن يظهر ذلك باللفظ، هذا ينعكس في عمله. في المطول أكو بحث في باب ما لا ينقلب بالإنعكاس، الله تعالى يقول: وكل في فلك. عكسه إذا تعكسون هذه الجملة أيضا يكون كل في فلك. وكان هنالك شعر نقرأه في المطول: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. اقرؤ بالعكس يكون نفس الشيء أيضا، كل في فلك، بالذات إذا وصل إلى شوية إلى مقام، شوية إلى قدرة، يتصور أنه كل شيء وأنه يفهم كل شيء وأن الآخرين لا يفهمون شيئا عملا، ويقعد في بيته ولا يترابط مع أي أحد، هذا فاقد للأخلاق، ولا يتعاون مع كل أحد، هذا مو تعامل أخلاقي. فإذن بالنتيجة نحن بالذات إذا وصلنا إلى مقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: الولايات مضامير الرجال. هناك تظهر حقائقهم، عندما واحد تأتي بيده القدرة ولو أن يكون عالما في قرية، هناك يظهر واقع.
التعامل مع الذات، التعامل مع الحياة، التعامل مع الآخرين، كيف يتعامل في هذه الدوائر الثلاث. هذه تمثل الأخلاق بمعناها الأعم. إذن الأخلاق بالمعنى الأعم عبارة عن المقدرة التامة على التحكم في القوى العقلية والغضبية والشهوية، وبعبارة أخرى كيفية التعامل مع الذات ومع الحياة ومع الآخرين. هذا باختصار الموضوع أو المبحث الأول. المبحث الثاني، ما هي معطيات الأخلاق؟ نذكر ثلاثة من المعطيات. الأول، الأخلاق تضمن للفرد كفرد سعادته في الدنيا. هذا الشيء الأول، هذا أول مكافأة يعطيها الله تعالى للأفراد المتخلقين. أكو هنالك كلام لطيف يقولون كل عمل يحتوي على جزائه في ذاته، ما يحتاج إلى جزاء خارجي. كل عمل، كل خلق نبيل، هذا يحتوي على جزائه في ذاته. الأخلاق تضمن أول ما تضمن سعادة الفرد كفرد في هذه الدنيا. هنالك أحاديث متعددة في هذا المجال تشير إلى هذه الحقيقة. النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه أنه قال: حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة، أو حسن الخلق. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: لا عيش أهنأ من حسن الخلق. الهناء، سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما في هذه الرواية عن أدوم الناس غمّاً، قال: أسوأهم خلقا. اللي سيء الأخلاق طبيعة الحياة، طبيعة المعاكسة للأفراد، كل من تلقاه يشكو ألما، ليت شعري هذه الدنيا لمن. الله عمدا خلق الدنيا على هذا النحو، لعله حتى قلوبنا لتتعلق بهذه الدنيا. الفرد دائما يعيش ثورة في داخله، ثورة على القدر، ثورة على القضاء، ثورة على المجتمع، ثورة على الأعداء، ثورة على الأخلاء، ثورة على الكون والمكان والزمان. هذه عيشة. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الخلق السيء أحد العذابين. لعل المراد أن هنالك عذابين، عذاب من الخارج
وعذاب ينبع من الداخل. عذاب الخارجي الفقر، واحد فقير، المرض عذاب خارجي، ولكن هنالك عذاب آخر ينشأ من الباطن. إذا واحد فقير راضي بحياته ما يتعذب، مرتاح. إذا واحد غني ولكنه ساخط على القدر، هذا يعيش العذاب ويعيش الجحيم. أمير المؤمنين يروى عنه أنه قال صلوات الله عليه: من ساء خلقه عذب نفسه. شقد رواية لطيفة، واحد يعذب نفسه. الأفراد اللي عندهم شك، سخط، غضب، رضا ما عندهم. كارنيجي هذا الرجل المعروف، مضمون كلامه يقول: أنا بعد 40 عام 50 عام فهمت أن السعادة تتلخص في كلمة واحدة: أن ترضى بما أنت فيه. ارضى أنت، تتمكن تتحدى، تتمكن تتحدى، تتحدى، ما تتمكن ارضى وانتهي. واحد في السجن يتمكن يتحدى، خل يتحدى، ما يتمكن يتحدى، خل يرضى بذلك. من ساء خلقه عذب نفسه، هذا أول تعذيب. إذا يوم من الأيام تخاشنتوا مع عائلتكم، أول من يحترق بهذه النار أنتوا. واضح. ذيش الليلة ما تتمكنون تناموا، أعصابكم تتوتر، الضغط يرتفع، الكآبة تعلو على الإنسان، مرض الكآبة اللي هو مرض العصر الآن. من ساء خلقه عذب نفسه، هذا أول جزاء. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من ساء خلقه مله أهله، يضوجون منه. عندما يطلع من البيت يتنفسون الصعداء، الحمد لله. وعندما يجي للبيت يخلون إيدهم على قلوبهم. مرة نقلت لكم ذاك الرجل، نقل لي واحد يقول، سألت واحد: شلونك؟ قال: الحمد لله أعيش في جنة. قلت لي: ليش؟ قال: لأن زوجتي مسافرة جنة. بعض الأزواج هالشكل، بعض الزوجات هم هالشكل. عندما يطلع يقول: افتكينا مني، ارتحنا، الحمد لله. وإذا مات، بعض الأفراد يقولوا لكم: فلان مات. أصلاً عندما تسمع اسمه تشعر بالامتعاض منه. أراح البلاد من شره. وبعض الأفراد الناس يحنون إليهم، يحبونهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يحبوه، يتعلقون به. عاشر الناس معاشرة، إن عشتم حنوا إليكم وإن متتم بكوا عليكم. هذا أولا. الأخلاق تضمن للفرد كفرد سعادته في الدنيا. ثانيا، الأخلاق تضمن للفرد كفرد سعادته في الآخرة. ذهب بخير الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه أنه قال: إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لعله المعنى اللي يصوم بالنهار ويقوم الليل، هذا يدرك تلك الدرجة. بقية الرواية لطيفة جدا، ولو
خارج عن النقطة الثانية، وإنه ليكتب جبارا ولا يملك إلا أهله. كل شيء ما عنده، فقير، لا يملك لا مقام لا منصب لا موقع، لكن يكتب جبارا. صدام يكتب لأن روحيته روحية صدام. وفي قضية النبي صلى الله عليه وآله في الرواية: دعوها فإنها جبارة، المرأة التي كانت تلقط السرقين. النبي صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. النبي صلى الله عليه وآله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا. هذه السعادة تبدأ من البرزخ، قضية أصابته ضمة في موضوع سعد بن معاذ، وإلى القيامة وإلى الآخرة. هذا الثانية. النقطة الثالثة التي هي نقطة مهمة: الأخلاق تشكل القاعدة التي تبنى عليها الحضارات والمجتمعات والأمم. الأخلاق لا تمثل قضية فردية فقط، الحضارات تبنى على الأخلاق، الأمم تبنى على الأخلاق، التجمعات تبنى على الأخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. التجمع اللي ما عنده أخلاق ما يبقى هذا التجمع، الأمة اللي ما عندها أخلاق ما تبقى هذه الأمة، الحوزة التي لا أخلاق لها لا تبقى هذه الحوزة، الحضارة اللي ما عندها أخلاق ما تبقى هذه الحضارة. إيش قد كانت عندنا حضارات سادت ثم بادت، حضارات عملاقة كانت أخلاق ما كانت عندها. أقرب نموذج النماذج التاريخية كثيرة، أقرب نموذج عندنا هذه الحضارة اللي كانت تهدد العالم، العالم كان يحبس أنفاسه في قضايا معروفة لموقف كلمتها كانت تهز العالم. هاي الحضارة كانت تمثل إحدى القوتين العظميين في العالم، ولكن حضارة بلا أخلاق، الأخلاق بالمعنى العام راحت انتهت. الاتحاد السوفيتي قديمة، الآن بعد ماكو اتحاد سوفيتي، دولة من دول العالم الثالث المتخلف، حضارة ما عندها أخلاق، حضارة ما عندها سعة الصدر، حضارة ما عندها حلم، حضارة عندها بطش. على قول القرآن الكريم: وإذا، شلون آية لطيفة، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. حضارة الاتحاد السوفيتي كانت حضارة البطش، حضارة عدم تحمل الرأي الآخر، هذه كلها أخلاق. الأخلاق يعني عندما تكون حاكم تتحمل الرأي الآخر، أما الحاكم الذي لا يتحمل الرأي الآخر حاكم بلا أخلاق. الحضارة اللي تتمحور حول فرد، تتمحور حول ذاتها، حضارة بلا أخلاق راحت.
الاتحاد السوفيتي راح، ألمانيا النازية اللي كانت حضارة بلا أخلاق راحت، تلك الحالة من الجبروت والكبرياء وحالة الاستعلاء. هذا مو فقط في تلك الحضارات، حتى في فرد، حتى في عالم في منطقة، حتى في تاجر، ما يبقى. ألمانيا النازية راحت، إيطاليا الفاشستية راحت، روسيا القيصرية راحت، بريطانيا اللي ما كانت تغرب عن مستعمراتها الشمس راحت. أقذر حرب بالتاريخ شنتها بريطانيا، حرب الأفيون، المؤرخين يسموها أقذر حرب في التاريخ، حرب الأفيون. والبريطانيون قتلوا في الصين 20 مليون واحد في هذه الحرب. هذه أخلاق؟ الآن هذه القوة العظمى الحاكمة عندها أخلاق؟ هذه حضارة أخلاقية؟ وهل تتمكن هذه القوة العظمى أن تبقى؟ ما تبقى. 30 مليون أو أكثر من 30 مليون فقير في أمريكا. هذه معناه أن حضارة فاقدة للأخلاق. 30 مليون فقير. أنتوا جيبوا القضية في مستوى صغير، أنتوا عندكم جار دا يموت من الجوع، هذا الجار عنده أخلاق؟ 30 مليون واحد من شعبهم أو أكثر من 30 مليون واحد فقراء، ما تحتاج. حضارة مستعلية متكبرة جبارة تبطش وتقتل بنفسها بصنائعها. الإرهاب اللي يقولون إرهاب، هم منشأ الإرهاب. من اللي ولد الإرهاب في العالم؟ هم ولدوا الإرهاب في العالم. ما يقومون به في فلسطين هذا مو إرهاب؟ هذه الحضارة اللي تبنى على أساس الكبرياء والاستعلاء والبطش والغرور والربا، الربا عملية غير أخلاقية. واحد محتاج، أنت تتمكن، المفروض أن تعينه، ما تعينه على الأقل أقرضه، ولكن تتخذ هذه الحاجة وسيلة لامتصاصه. الآن الحضارة الغربية قائمة على الربا اللي هو مبدأ غير أخلاقي، الربا للأفراد في الداخل وللدول في الخارج، دا يمتصون الدول عبر الربا الدولي. هذه حضارة مو أخلاقي. الكيان اليهودي كيان غير أخلاقي. الوالد رحمه الله قديم، يمكن قبل 25 عام، كان يقول البناء الذي بنيت عليه الدولة اليهودية بناء خاطئ. جايين غاصبين أراضي الآخرين ويعيشون برأس الرمح، هذا هو. قلت لأحد الإخوة البارحة، أولت البارحة، قلت الحقيقة إن ما يقومون به بالإضافة صغير الجانب الأخلاقي ينم عن عدم فهم وعدم تعقل. واحد اللي يعيش دائما في حالة اضطراب وحالة رعب، إذا الليلة لا سمح الله وجد في المحل قاتل، من تمكن ذيك الليلة لنا؟ هاي شلون حياة؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، شلون يعيشون؟
هاي حياة ما يتمكنون يشربون ماء هنيء، هذا عقل؟ الله تعالى يقول في القرآن الكريم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما عندهم تعقل. هاي الآية حول اليهود، تعقل ما عندهم. مثل أنتم تجون في محل ودائما تعيشون في حالة خوف، الآن يمكن يقتلوكم، الآن يمكن يقتلوكم، الآن يمكن يحرقون بيتكم، هذا تعقل؟ واحد يعيش هكذا حياة؟ هذا يمكن أن يبقى إلى النهاية؟ الأخلاق بمعناها العام من القواعد التي تبنى عليها الحضارة وتبنى عليها الأمة ويبنى عليها المجتمع ويبنى عليها التكتل وتبنى عليها الحوزة. إذا واحد ما عنده أخلاق، ثبات ما إله، دوام ما إله. المبحث الثالث باختصار: ما هي الوظيفة؟ ثلاث وظائف لنا تجاه الأخلاق بمعناها الأعم. من ضمن الوظائف، الوظيفة الأولى مطالعة الكتب الأخلاقية. المطالعة جدا مهمة، المطالعة تكون الرؤية، والرؤية مبعث ومفتاح كل حركة. في رواية أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. المطالعة تكون الرؤية، والرؤية توجه سلوككم في الحياة. جدا مهم، كل ما نتمكن ينبغي علينا أن نطالع، أن نشوق الآخرين للمطالعة. أحد مؤمنين كان رايح إلى اليابان، قال: أنا وصديقي ركبنا في قطار، بمجرد ما تحرك القطار يقول شفت كلهم فتحوا كتبهم وأخذوا يطالعون، يقول غير أنا وصديقي، فشعرنا بالخجل. شذوذ واحد بالقطار ما يطالع. ونقل هو هذا الرجل أيضا، مو هو هنا في بلد ثاني، قال: فد يوم من الأيام شفنا على مطعم صف طويل، احنا كنا جوعانين قلنا نروح في هذا المطعم. يقول رحنا إلى أن دخلنا في المطعم وإذا بنا نشوف مكتبة، ففوجئنا، قلنا رحنا إلى ذاك الرجل قلنا أنه عندكم عرض، عندهم أحيانا المكتبات عرض يخفضون فيه القيام. قال: لا دائما هالشكل، هاي المكتبة دائما أكو طابور عليها. المطالعة مهمة، مطالعة الكتب بشكل عام ومطالعة الكتب الأخلاقية بشكل خاص. سابقا الطلبة كانوا يقرؤون في بعض الحوزات كتاب جامع السعادة، هذه مؤثر، تصنع الرؤية. هذا أولا، مطالعة الكتب الأخلاقية. ثانيا، معايشة النماذج الأخلاقية. واحد يعيش مع النماذج الأخلاقية. النماذج الأخلاقية التاريخية والنماذج الأخلاقية المعاصر.
هذا مهم جدا. واحد يعيش مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا النموذج الأخلاقي الكامل، هذا يأثر. الفرد عندما يطالع حياة النبي صلى الله عليه وآله، يطالع حياة أمير المؤمنين، يتأثر. شوفوا الفرق بين من يقرأ التاريخ ومن لا يقرأ التاريخ. النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يخيط ثوبه بنفسه، ما يأثر في تاريخ الإنسان، في حياة الإنسان عندما واحد يقرأ تاريخه. النبي الذي كان يحلب عنزه بنفسه، النبي صلى الله عليه وآله التي رأته تلك المرأة أو ذلك الرجل، النبي قائد دولة يمشي في الطريق وإذا بامرأة أو عجوز تستوقفه فيقف لها ويستمع لها. إحنا نسوي هذا العمل، نحن إذا دا نمشي واحد عنده مطلب نمشي هو يتكلم، لا نقف له عادة. النبي الذي هو أشرف مخلوق وحاكم، النبي كان حاكم، نبي كتاب المائة الأوائل اقرأوا، يقول أنجح، وهو رجل مسيحي هذا الرجل، يقول أنجح شخصية في التاريخ كله هو شخصية خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. أي إنسان حتى المسيح ما إلى تأثير في التاريخ كتأثير النبي صلى الله عليه وآله، وهو لا يعتقد بالنبي مؤلف هذا الكتاب، كتاب المائة الأوائل أو مائة أوائل. هذا الرجل امرأة أو عجوزة تتكلم، خل النبي يمشي ويسمع لها، لا يقف لها. بعدين عندما رجعت إلى أخيها، ظاهر أنها كانت سفانة أو عدي كان الطائي، قال هذه أخلاق الأنبياء، هذه مو أخلاق الملوك. أي ملك حاضر أن يمشي في الشارع، شايفين ملك يمشي بالشارع؟ فكيف أن تأتي إليه امرأة وتستوقفه؟ النبي الذي يمشي في حاجة جارية، شاف جارية بالطريق تبكي، ما بكي، مضمون القضية، أبطعت على أهل بيتها فمشى وطلب منهم أن لا يؤاخذوها، فقالوا هي حرة لممشاك يا رسول الله. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، راجع التاريخ، كان يمشي في أسواق الكوفة وهو الحاكم الأعلى على أكثر من 50 دولة طبق خارطة اليوم، وإذا بكرسي يتعلق بقميصه فينخرق، فذهب إلى الخياطين وقال خيطوا لي قميصي هذا بارك الله فيكم. ما عنده مانع أن يذهب إلى خياط لكي يخيط له قميصا. أمير المؤمنين الذي يمشي في حاجة تلك المرأة لكي يصلح بينها وبين زوجها، أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي يمشي في حاجة جارية ويذهب إلى ذلك التمار فيضربه في صدره، يعني التمار يضرب أمير المؤمنين في صدره، قال وما أنت وذاك؟ هذا ما يأثر، قطعا يأثر. مطالعة تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، مطالعة تاريخ أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مطالعة تاريخ الأئمة صلوات الله عليهم، مطالعة تاريخ العلماء والأخيار، يأثر. إذن الوظيفة الأولى مطالعة الكتب الأخلاقية، الوظيفة الثانية معايشة النماذج الأخلاقية التاريخية والمعاصرة. دروس الأخلاق كانت متعارفة قديما، علم كعلم، كما كانوا يقرؤون الفقه كانوا يقرؤون الأخلاق.
يقولون العالم الفلاني مربي الأخلاقي كان فلان، مربي أخلاقي كان عدو. الشيء الثالث وهو مهم أيضا، إحياء النماذج الأخلاقية. النماذج الأخلاقية ينبغي أن تحيا في البحث العلمي، حتى إذا عندكم بحث أصولي بحث فقهي، إحياء النماذج الأخلاقية في البحث العلمي، في المجتمع، في الخطابة، في الكتابة، واحد يكتب حوله، إحياء هذه النماذج في المجتمع وفي القلوب، هذه مؤثرة جدا. منهج الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، إحياء هذا المنهج وإحياء هذه الشخصية، هذا جدا. إحياء السيد حسين القمي رحمة الله عليه الذي كان نموذجا أخلاقيا، إحياء هذه الشخصية في المجتمع. النماذج الأخلاقية واحد يحييها، خطيبا كان أو عالما أو مؤلفا في المجتمع. أحد الطلبة تحرك من إيران إلى العراق لطلب العلم. في طريقه مر على كربلاء، هو كان يريد يروح إلى بلد آخر، لكن مر على كربلاء. كم يوم يبقى واحد طبيعي في كربلاء. خلال هذه الأيام حضر بحث الحاج آغا حسين القمي. الآن اثنين من أولاده مراجع تقليد أو علماء مشهورين، اثنين من أولاده، هذا مربوط بتلك الروحية. أساتذة الخارج في قوم وفي مشهد، يقول: فذهبت إلى بحثه، إلى بحث الحاج آغا حسين القمي. السيد بدأ ببحث الفقه. في الأثناء خطر في ذهن هذا الطالب الغريب اللي جاي من إحدى قرى إيران أو إحدى مدن إيران، خطر إشكال على كلام السيد القمي. هذه من ميزات حوزاتنا العلمية، أنه البحث حر، أصغر طالب يتمكن يشكل على أكبر مرجع تقليد، ما عندنا إرهاب علمي. هذه من نقاط قوة الشيعة. الآن أنتوا روحوا إلى بحث الخارج، أكبر مرجع تقليد، وأنتوا نفرض أصغر الطلاب تستشكلون عليه. هذه من نقاط القوة في المذهب الشيعي وفي الحوزات العلمية. فخطر في باله إشكال فطرح الإشكال. السيد القمي رحمة الله عليه ما اقتنع بالإشكال ورد الإشكال. في اليوم الثاني جاء الطالب، السيد القمي جلس على المنبر، لعله كان منبر أو كرسي على كل، وبدأ أول ما بدأ قال أنه البحث الذي جرى البارحة بيني وبين هذا السيد، أنا فكرت أنا كنت المخطئ والحق فيه مع هذا الطالب، مع هذا السيد. يتمكن واحد يعترف بالخطأ؟ يتمكن حاكم يعترف بالخطأ؟
يتمكن واحد وصل إلى مقام أن يعترف بالخطأ، أنا أخطأت والحق مع هذا السيد. عندما هذا الطالب شاف هذا الموقف الأخلاقي النبيل من السيد القمي رحمة الله عليه، عدل عن رأيه، كان يريد يروح إلى بلد آخر، قال لا أنا أبقى هنا لأني كنت أبحث عن مدرس يدرسني الفقه والأخلاق. اثنينهم، أكو بعض المدرسين ربما أخلاق ما عندهم، الفرد اللي ما إلى أخلاق ما إلى قيمة، مو فقط عند الله حتى عند الناس. أنتوا خل يكون واحد في نظركم قمة في العلم، لكن إذا شفتوا أخلاق ما عنده، إذا شفتوا متكبر، إذا شفتوا متعجرف، يسقط في نظركم. فليكن حتى الآخر، الآخرة مو منوطة بالعلم، العلم مؤثر، لكن عالم ما إلى أخلاق وخلوق ما عنده علم، عالم ما إلى أخلاق ما إلى قيمة عند الله. بل في الحديث لا يزداد عن الله إلا بعدا، سما أتذكر الرواية، عالم لا يعمل بعلمه. أما واحد خلوق ما عنده علم، هذا له قيمة كبيرة عند الله. حتى إذا كافر، الكافر اللي عنده أخلاق الله يثمن له هذا الموقف. ولذلك أكو في أحوال حاتم الطائي كما ينقل أنه في بيت لا تحرقه النار، الله يحب الأخلاق، البشر يحب الأخلاق. وقد وجدت في السيد القمي مدرس الفقه والأخلاق معه، فبقي في كربلاء. قضية أخرى أنقل وأختم. حفيد الوحيد البهبهاني، حفيده، على أثر عوامل كفره عالم من علماء زمانه، مو تفسيق، تكفير، قال هذا كافر، مثل وشاة أو غيرها، بالنتيجة كفره. اتفاقا ذاك العالم المكفر اجى إلى قوم لزيارة السيدة المعصومة صلوات الله عليها، وأخذ يصلي الجماعة في مسجد الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. قبل مجيء هذا العالم اتفاقا حفيد الوحيد البهبهاني كان جاي إلى قوم، فعندما سمع أن ذلك العالم جاء إلى قوم وهو يقيم الجماعة، حفيد الوحيد البهبهاني ذهب إلى المسجد واقتدى خلف ذلك العالم. إحنا إذا واحد يسيء إلنا، ربما هاي الإساءة تبقى في ذهننا إلى 40 عام. هذا كفره، قال هذا كافر يعني نجس هذا الرجل، ولكن هذا المكفر يروح ويصلي جماعة خلف المكفر. قالوا له هذا يكفرك وأنت تصلي خلفه جماعة؟ قال هو شخص أني كافر
وأنا شخصت أنه عادل. وعندنا في الفقه أن كل من عمل بتشخيصه فهو مأجور مثاب. هذه ألفاظ نقولها، ولكن في المحك واحد يفتهم كم هذه صعبة. نقلت هذه القضية إلى ذاك العالم أنه هذا اللي كفرته جاء وصلى خلفك، هواية أثر من هذا الموقف، وذهب إلى زيارته، يعني زيارة حفيد الوحيد البهبهاني، وبالنتيجة ارتفع ذلك الالتباس والاشتباه، وتحولت هذه العداوة إلى صداقة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ يحتاج. إذن مطالعة الكتب الأخلاقية أولا، معايشة النماذج الأخلاقية ثانيا، إحياء النماذج الأخلاقية ثالثا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت أفهم بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.